حال الطقس. كوكو سي سوريز، وهذه حالة طقس على إي إف إم. عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. هذا حالة طقس على إي إف إم لنهار الجمعة 24 جانفي في تونس وضواحيها. إيش مي سوا صحاب يلعبوا كاش كاش في السماء، تمبيراتور 15 دوغري والريح مش قوية. في ليل الحرارة تولي 11 درجة، شوية صحاب يحوس في السماء والريح موديغي. منزل بورقيبة ولاية بنزرت، مرة صحاب ومرة شميسة، تمبيراتور 14 درجة والريح معتدلة. في ليل وقت كان تريفون أصحاب مفرق في السماء، الحرارة 12 درجة والريح تقوى شوية. الهوارية ولاية نابل، فما شميسة دوبل اشتري في صحاب معاها 15 درجة الحرارة وريح معتدلة. في الليل كيف كيف، جوست الحرارة تولي 13 درجة. قورية ولاية المستير، بون في النهار الطقس مش خايب قمام، 18 درجة وشميسة زرقاء محلاها، يتعارك معاها شوية أصحاب. في الليل يتبلبز شوية الطق، 15 درجة تمبيراتور، أما سميت صاحب على الأخر والريح تولي قوية معتدلة. قورية أرخبيل، جزر صغار، أكبر واحدة كبرها 270 هكتار. الجزر الصغار هذوما مهمين برشا في البيوديفيرسيتي، على خاطر يجوهم برشا طيور مهاجرة كيما الجوي لونغيور اللي هو النورس القرقطي، اللي هو اون اسبيس مهدد، واللي تورتو كاكاوين زادا نوع من سلحفاة البحر يجيو باش يبيضوا غاديكا. نتعداو توا للكوكو دي جور ونسلموا على الناس اللي تسمع فينا من لندرا في بريطانيا العظمى. تريفونا شمس عندهم ممطر تصب، 7 درجات التمبيراتور وريح مودغي. في الليل 6 درجات الحراره، السماء تتغطى بالسحاب والمطر باقي تجبد والريح تقوى دوب الليش. نرجع لتونس، نفكركم اللي في تونس الحراره 15 درجه في النهار و11 في الليل، الريح عاديه وفما شميسه كمان في النهار شويه. كان هذا حال الطقس على اي اف ام. بسلامه. حال الطقس